اسم القرتيلي أحمد من المهاجرين القدامى اللي هاجرت لفرنسا في 1970، من الناس اللي كان الجسم برا والعقل هنا لداخل في البلاد ديالي، اللي بقيت ديما مواطن مغربي وتيشرفني نكون مغربي، من الناس اللي دخلوا رزقهم في السبعينات دون ما يحزرنا شي حد ولا يقول لنا شي حد ولا هادي، لان كان القلب المغرب وخاصنا نساهموا في التنميه ديال المغرب. هذا الميدان من الميادين اللي كاين. عندي ميدان اخر، هو عندي مدرسه كونت فيها الالاف في هادشي ديال الحلاقه والتجميل، كاينه في شارع محمد الخامس، والمغاربه راهم عارفين من طنجه حتى للقويره الاف اللي كونت هنايا. سميتو جيت هادي هنا 38 عام انا هنايا قبل هذا ما ندير هذا المشروع. المهم الفكره جات مع الوقت، هي باش درنا هذا المشروع هذا اللي شفتو قدامكم، اللي تنستقبلوا فيه لا مغاربه لا اجانب لا. الصعوبة الأولى باش نقول، باش نقول صعوبة يعني الأول هو ملي تتسد، ملي تتسد راك تتسد من تمايا، راك مابقاش عندك مدخول، بقى عندك مصاريف، حتى واحد ما تيهضرك، مالي الما خاصك تخلص لهم الما ديالهم في الشهر، خاصك تخلصو في الشهر، أي حاجة اللي خاصها تخلص راه خاصها تخلص، وانما انايا باش داكشي باش غادي نخلص راني ساد، راني ساد. اذا من تما يد اش غادي نقول لك، هو الانسان تيولي تياكل من البردعه، اذا نقولوا تولي تاكل من البردعه، داكشي اللي كنت مخبي شي حاجه ولا هادي تتولي تتخرجها. اذا باش نهضروا على الخساره، الخساره عندنا راه كلشي عارف الانسان فاش تيسد، راه الخساره يعني الطامه الكبرى لا لينا ولا الناس اللي تيشتغلوا عندنا، ولا الناس اللي تيشتغلوا عندنا. هو دابا عندي شحال من واحد اللي قرابين مشاو لديورهم، ولكن كاين اللي بعادين، كاين اللي بعادين، واش غادي تخليهم يمشيو للزنقه؟ راه هما كاينين شوفوهم، واحد الخمسه شادهم هنايا مسكنهم موكلهم مشربهم تيحن سيدي ربي، هادو هنايا وما كاينش مدخول، بلا مدخول، وانما كاين شي حاجات اللي حنايا هاد الوباء هذا يعني اش غادي نقول لك، ما كان حتى واحد منتظرو. هاد واحد الحاجات اللي ماشي شي واحد اللي سلطها عليك، ماشي اللي لا، جات واحد الحاجه، واحد الوباء اللي خاصنا اش غادي نقول، تنقولوا اللهم جالينا، جالينا في جيبنا، ما يجيش في صحتنا، ما يجيش في صحة عباد الله. حنايا خاصنا عاوتاني نصبروا، وعير الطيحه على طحنا ما نطيحوش على كرشنا، نطيحوا على ركابينا، باش عاوتاني ملي يدوز هادشي نوقفوا. هادشي اللي تنتمناه هو ملي يدوز هادشي نوقفوا، اما لا طحنا على كرشنا تمارا باش غادي تنوض ما يمكنش. هنايا سميتو شكون اللي خاصو، هو خصنا الإعانة، ماشي تنطلبو لشي حد نقولو عطينا الله يرحم الوالدين، لا، سيدنا الأول ملي بدات الجائحة هو الأول اللي دار يدو في جيبو وحط الصندوق ديال الجائحة، هو الاول اللي سد الحدود، هو هاد الناس انتوا واش عطينا من جيبكم، هاد الناس تنقول لهم راه عندكم في هاد الوباء هذا راه خلى واحد اش غادي نقول لك، واحد لاكاس
خلى ناس متشردين، خلى ناس سادين محلاتهم. خص راه كاينين ناس منهم قلت لك سيدنا الله ينصرو، منهم ناس الله يكثر خيرهم تا هما اللي ساهموا بلا ما نذكر اسماء، وراه كلشي عارف. ولهذا الحمد لله داك الصندوق ولات فيه مليار دي مليار اللي الناس خارج الحدود حاسديننا عليها، ناس خارج. اذا الى تنشوفوا هاد الناس اللي برا حاسديننا على هاد الشيء، ما نوقفوش هنا نتفرجوا في الناس تتكرفص، خصنا نساعدوهم باش نخرجوهم من ديك الجعبه ديال هاد الوباء بسلام. ولهذا كل واحد من المنصب ديالو، كل واحد من الناس اللي تنهضر على الدوله بيان سور، ان كل وزير كل وزير باش مكلف، كل صندوق باش مكلف، كل اذا كل واحد من المكان ديالو راه خاصو حتى هو يساهم، ماشي يشوفنا حنايا يتفرج فينا حنايا، لان هاد الناس ديال الدوله راه من عندنا خرجوا، الدوله راه هما حنا اللي طلعنا الدوله باش ولاو يحكموا، راه حنا اللي قررنا، حنا اللي انتخبنا، حنا اللي درنا. ولهذا خصهم يكونوا اهل لديك الثقه اللي درنا فيهم، ما يتفرجوش في الشعب العمال مشردين، الناس سادين محلاتهم. دخلت عليك بالله، كاين ناس اللي عاد بداو مشاريعهم، عاد بداو وتنعرف فيهم انا شي وحدين، عاد بداو المشاريع. جات هذا السيد اللي بدا هذا المشروع ديالو واخد كريدي كاري، يعني المصاريف العظمى جات اسمي، كي غادي يدير هاد السيد هذا تنجح المشروع ديالو؟ الا ما نطيش انت وانت 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 اللي عندكم مسؤوليه باش تعاونوه ووقف على رجليه باش يخدم لكم اليد العامله، باش ما تبقاش في الشارع بلا في المطالب في الشارع. خصكم اخويا تنوضوا وتوقفوا وتشوفوا الاضرار ديال عباد الله، وتوقفوا مع عباد الله، وتساعدوا عباد الله، وتنصحوا عباد الله، باش هاد المسيره اللي بدات بفضل صاحب الجلاله تنقولها، بفضل صاحب الجلالة بدات مزيان، خصها تسالي مزيان، وخصنا نخرجوا من هاد الوباء يعني اخف ضرر، اخف ضرر. ان راه تنسمعوا كل واحد اش تيقول غادي يكون غادي يكون غادي يكون، ولكن كان الضبابيه خصنا الواقع، لان هذيك واخا 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 راه عيينا منها، ولكن خصنا الواقع، راه كل واحد خصو يتحمل مسؤوليته، كل واحد خصو يتحمل مسؤوليته وبلا خاطرو، يتحمل مسؤوليته بلا خاطرو، لان هو بغى يتحمل المسؤوليه. المسؤوليه راه فيها شعب، فيها مواطنين، عمال، مشغلين، راه فيها اقتصاد ديال البلاد، اقتصاد ديال البلاد. ولهذا الاقتصاد خصنا نخرجوا بسلام، اذا خصنا نديروا يد في يد. حنا غادي نصبروا، حنا كما تنقولوا راه ماشي تنطلبوا شي حد، وانما غادي نصبروا بيان سور، حنا صابرين، وانما الا صبرنا على بوحدنا راه غادي نخرجوا في الحيط. وعاونونا، شفتونا صابرين، وعاونونا باش نخرجوا من هذا سميتو، حنا مخجوجين دابا، وانما عاونونا باش نخرجوا، باش هذوك الناس اللي مشاو للشارع ردوهم خدموهم، وهذوك اللي مشاو للشارع يعني كاين شي حاجات اللي هما راهم عارفينها. كاين شي وحدين مثلا عندنا ديال لا سين اس اس، ديال لا سين، كاين شي وحدين اللي تتخلص عليهم لا سين اس اس وكل شيء وما صيفطوش ليهم الاعانه، ووحدين معاهم جاتهم الاعانه، تنتسال علاش هذا جاتو وعلاش هذا ما جاتوش، وبجوج تيخلصوا لا سين اس اس. كاينين شي وحدين اللي ما عندهم اوراق، كاين شي ما عندهم اوراق، داروا شي وحدين دخلوا في واحد شي با كوا صيفطوا ليه 1200 درهم، مره اخرى وحدين صحابو اللي كاينين معاه اللي كاينين ما جاتوش، وتنسال علاش فينا هو الخلل، فينا هو الخلل. اذا هاد الناس المسؤولين
راه خاصهم يجلسوا الارض وقبل ما نحاسبوهم حنا نحاسبوا نفسهم. اي يقولوا غير علاش 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 هذاك ايه هذاك لا، علاش هذاك ايه هذاك لا. هادو بجوج تيخلصوا بجوج عندهم لاكارت ديال السير اساس، واحد ايه واحد لا. قسما بالله الا عندي جوج في الرباط الا تنمشي تنخلصهم في الشهر تدير لهم الشهريه ديالهم، لان لا سي اس اس ما عطاتهمش وتيخلصوا لا سي اس اس. علاش راه غادي تجيو من بعد تجيو ورا السيد راه مقهور من دابا ما عنده ما ياكل، راه من دابا ما عنده ما ياكل، باش يتسناك انت تا لواحد النهار تيموت بالجوع ولا يمشي يسرق ولا اش فين دافع فين بغيت فين بغيت يمشي. اعطي السيد رزقه راه ما تيطلبش ما تيطلبش شي حد. خرج قانون باش يعطيو صحاب لا سي ان اس اس يعطيوهم، خرج باش يساعدوا يساعدوا الناس اللي ما عندهمش وساعد ولا ما نساعدش نقول ما عنديش. اما باش ندير نعطي لهذا وما نعطيش لهذا نعطي لهذا وما نعطيش فريمون يعني اش غادي نقول لك. انا ما تتهضمش ليا، انا ما تتهضمش ليا. الرؤية اش غادي نقول لك، هو الرؤية ماشي في المغرب، يعني رؤية عالمية فيها شوية ديال الضبابية، فيها شوية ديال الضبابية. لأن فاش تيقول لك وصلنا صفر حالة لنفرض، حنا الحمد لله دابا صفر فاصلة شي حاجة، هاد صفر حالة تنشوف حنايا شحال كاينين في المغرب، 36 مليون لي زوموان. واش متاكدين من نفسهم بلي هاد 36 مليون كلها شافوها كلها دار دي تيست كلها؟ الا كانوا متاكدين انا نصفق لهم، انا نصفق لهم. دابا تيقول لك اللي نفرض دابا اللي عايشين واحد تيقول لك دابا سلا صفر حاله، تدوز للرباط في حالات ماشي صفر حالة، تدوز للقنيطرة ماشي صفر حالة، واخا سلا جات بين الرباط وبين القنيطرة، سلا جات بين الرباط وبين القنيطرة. على ما يتسربش شي حد من الرباط لسلا، واللي كان ترامواي وكاين طوبيس وكاين اللي سميتو، لا ما يتسربش من القنيطرة ويجي. إذن هنايا باش نخرجوا راه خاص هذيك الصفر حالة نحافظوا عليها، باش نحافظوا عليها هي تنسد على المدينة، تنسد عليها، تنخلي الناس واحد الاقتصاد اللي خصو يدور تيكون داخلي اون اتوندون ونتسناو، تيكون واحد الاقتصاد داخلي وتنسد عليها. إلا ما سديتش هنا اليوم قلت صفر حالة، غدا غتولوا 10 الحالات. اي سي لوجيك. علاش؟ لان ملي تنقول صفر حاله وراه خصني نحتفظ على ديك صفر حاله، خصني نحتفظ على ديك صفر حاله. باش نحتفظ عليها هي كاع المنافذ خصها تكون مسدوده، سكي لوجيك زعما اللي منطقي، المنافذ كلها تكون مسدوده باش تبقى عندي صفر حاله. واش غادي يقدروا يسدوا كاع المنافذ؟ باش قلت لك كاين ضبابيه، باش قلت لك. ولهذا حنا كمواطنين يعني تنشكروهم تنصفقوا ليهم اللي وصلنا لهذا سميتو، يعني فاش تشوفوا دول اخرى اللي تيموت بها بالمئات بهذه في 24 ساعه حنا ما تتكونش، تنصفق ليهم راه وصلنا لواحد يعني الحاجه اللي نحسد عليها، اللي نحسد عليها. وعاد ساعدنا الدول صديقة، ساعدنا هذه هذه، يعني ولينا في هاد الجائحة هذه ردت المكانة ديال المغرب
في العالم بالعالم يعني افتخر لما نكون برا ونقول انا مغربي افتخر افتخر وانما خاص هذا الافتخار يبقى ديما بواحد الشوفه حكيمه رزينه. احنا راه ما تنخلعوش من من من, من هادشي ديال الوباء وهذه، وراه حنا شحال من وباء دوزنا، شحال من كريز دوزنا. انا كنهضر على السن ديالي، على السن ديالي راه نهار زدنا معانا ديال حنا ولا كريز. راه خصك تعرفي دابا في المغرب راه كانت واحد النسبه مئويه قليله اللي كانت متبعه البورصه العالميه، هذا طعات هذا. اما تتمشي تخرجي من الرباط ولا تخرجي من المدن الكبرى ولا هذه، حتى واحد ما عارف هادشي ديال طلع البترول ولا طلع الدولار ولا هبط ما عارفينش هادشي. كنا معانين حنا ولا كريز، اي هادشي راه ما تيخلعناش. وداكشي الحمد لله راه ما طيحوش على كلشنا، طيحوا على ركابينا، نطيحوا دابا ونوقفوا. وانما خاص الذكاء، الذكاء لا ديال المواطن، راه المواطن تيتحمل مسؤوليته، لا ديال المواطن ولا ديال المسؤولين، ولا ديال المسؤولين. نهار كل واحد يعرف راسو من بلاصتو المسؤوليه ديالو ويقوم بالواجب ديالو. والمواطن كذلك خصو يسمع، لان دخلنا في واحد يعني واحد الوقت اللي ولات فيها العولمه، ولات فيها والاختصاصيين ديال الوباء، اختصاصيين ديال الوباء اللي تيهضروا عندك هذه، خصنا حنا نسمعوا ونستافدوا وهذه وهذه باش نتعاونوا، باش نتعاونوا الشعب من جهه والدوله من جهه. الا تعاوننا بذكاء، تنقول ديما بذكاء، ما تكذب عليا ما تكذب عليك، ما تقولش يا العابزين وصافي وراس، ما تكذب عليا ما نكذب عليك، نتعاونوا ونخرجوا من هذا الوباء. اسيدي نخرجوا ب 70% 80% ناجحين، راه حنا ناجحين. وانما بصدق، وانما بصدق. اما الاقتصاد الا بغيتيه يزيد بيان سور، ما غاديش نقول راه، لان هاد المده هادي ديال 3 اشهر راه هبطات الامور في كل شيء. ولكن راه ما تنسيش جينا عاوتاني مع البترول حتى هو هبط، راه عندنا امتيازات عاوتاني من جهه اخرى يعني. وهذا الشيء اللي درنا، فضلت تنقول ديما فضلت سا ماجيستي، انا راه عندي انا مغربي والشعار ديالي هو الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. بالخطه ديالو بهذه قلت لك المغرب ولا حتى الاستثمار، حتى الاستثمار المستثمرين ديال برا غادي يتشهاو يجيو يستثمروا في المغرب، لان كاين الامان السياسي كان شحال هذه كاين بزاف. دابا زاد حتى الامان الصحي، وريناهم علاش قادين، وريناهم علاش قادين، ولاو تيضرب منها المثال. خاصك تعرف دابا هذوك لي سوفغينيس ديال سميتو ديال برا ديكستريم دروات ليكستريم كوش، راه دايرين لنا واحد الدعايه ما كاين ما نقول ليك باش يضربوا بها لا غوش ويضربوا بها لا دروات. وهذه ولينا كاع وصلنا لهذا المستوى هذا، وهذا المستوى هذا راه الناس اللي بغى يستثمر في امان، اللي بغى يستثمر في امان راه غيتبان المغرب، لا الموقع ديالو الجغرافي، لا السياسه الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو، لا راه غادي يولي الاستثمار، غادي يدير عين خرجوا من هذا الشيء بسلام، والله العظيم راه ما كان على الخير القدام. الله يهديهم على نفسهم وحق ربي الكريم، الله يهديهم على نفسهم. علاش؟ ان راه 2021 غادي تسالى ليهم وغادي يرجعوا للشعب، داروا شي حاجه راه قريبه ليهم، داروا شي حاجه ديال الخير، وهاد المسؤوليه اللي تعطاتهم يخدموها في الصالح العام ويشوفوا المشاكل ديال عباد الله
راه غادي يجيو نعنقوهم في 21 نعنقوهم اسيدي نصوتوا عليكم الله يعاونكم حنا ما تندخلوا معاكم والو عاد نقولوا ايه فلان واخويا الا درتي شي حاجه راه حنا معاك في 21 ما درتوش راه غادي يكون العزوف نشوفوا على من سميتو ولا يدبروا راسهم حنا غادي تبعي واحد ما دارش ليك دير لينا خويا دابا هانتوما عندكم كلشي عندكم كلشي عطيناه لكم الشعب راه عطاكم كلشي ايوا عطاو الشعب عاشي شويه عاشي شويه هاد لي قامت ديال هاد الوباء عطيونا شي حاجه بينوا لنا حنيت ايديكم وقسما بالله ما بينوا حنيت ايديهم يا تيكون العزوف لان ما غادي يجي عندي يقول اش درتي ليا ودير اخويا بان دابا هاي عندك عندهم دابا فرصه باش يغسلوا وجههم راه عندهم فرصه باش يغسلوا وجههم وغسلوا وجههم ها الفرصه عندهم الكلمه الاخيره اش غادي نقول لك هو غادي نرجع لسيدي ربي هو سيدنا ابراهيم نهار بغى يبين الحق وشدوه وبغاو يحرقوه في زوجة دخلوه للنار سيدي ربي قال النار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم نتمنى هاد الوباء يكون بردا وسلاما على الشعب المغربي والسلام لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.